العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قلب سنينات بش رمضان أي أفرتهاي كون أفر بغل صدان يصدح ذي هجرة، وحين بالله إن كتابك لأورنجري شمائل النبي أما الشمائل المحمدية لأبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثور الترمذي الحافظ رحمه الله تعالى. كتاب كان الشمائل المحمدية الليلة هذا. الشمائل وجمع الشمال. شمائل كو جمع الشمال وي. أديم مركشين كو هوس دمان ياهو الشمال الليلة هذا. لما معنى كتما دا في لسان العرب. لما معنى عانة. معناها كوباد وشمال اليد. كأنت بذه. والنقضة. معناها اللباد اللي جدنا وشمال الإنسان وخلق يدقا كيسية طبع عديس خليقة المرء أخلاق الرجل أمرك شمال كلي هذا كرم الرجل شيمته طبعه عادته خلقه أي أمرك شمال كلي جيدا مرك شمائل النبي معنى هذا وأخلاق النبي وكرائمه دقن كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هبقا كيسي أي اللوجي ذا مرك شمائل النبي أي أخلاق النبي أو صفات النبي كرائم النبي انتبه مرك والعران كرا كتاب كاني وكتاب آدي آد وقيم البضان والإمام الترمذي وألفه رحمة الله تعالى عليه كتاب كه الله يوي نبيه قابك إلهي سبحانه وتعالى وأبو ري حق لسماء شر كيسي هي موقال كيسي وكتاب كورمي أخلاق هي ضغن كيسو بنها صلى الله عليه وسلم وحكاه للدونا قاب كورسو بنه ضدك ولا ضغن جري وحكاه للدونا سيدو النبي قوي عبادي سنجري هدي اللي واحد قد بقاب كود القادن جري قاب فردي كيسي هدو تاغنيها قاب استاغ كيسي سعود كيسي هب لبس كيسي hubki iyo sanadu ku dagaalamay jiray aan waacidi kala duwanay wuxuu ka tagay majra kitaabo qiimo badan way nabiga qosalkiisi iyo kaftankiisi buu ka hadlahay muusoodkiisi buu ka hadlahay ee dharka qaabku u labisan jiray buu ka hadlahay marka u dambeysa wuu ku bilaabi doonaa nabiga geeridiisi iyo dhalashadiisi buu ka hadli doonaa kitaab aad iyo aad u qiimo badan way culimadu ay qiimeeyaan asaga iyo kitaabka adabka aba adab mufrad kalimaa bukhari iyo shamaa'il kana tirmidi aad baa loo amaanaa شيخ مركة وحوري باب ما جاء في خلق رسول الله قاب كي له أبو روي خلق ببعض النسخ قرها يا وأنا خطأ وي باب ما جاء في خلق رسول الله أيا صحة بحكي بالنبي قال له سيدي الله أبو ري إمام كحوري حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني وشيخ الجماعة لحد الإمام بوحي كور شان وشيخ ودي أبو رجاء البغلاني قتيبة بن سعيد ابن طريف ابن جميل ابن طريف البغلاني عن مالك بن أنس رضي الله تعالى رحمه الله تعالى وإمام مالك إمام دار الهجرة والقرآن صاحب الموطأ والوجدة عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المدني وتابع صغيرة ربيعة الرأي إنك لو يقن فقيها يا عالمك يا حافظك يا عابدك أهوي ربيعة الرأي وحلوه بحيي نوحو أها سؤال بضن وفقيات بضن وإشكال بضن كينا مركا سيدة ريوكو فوق هلي أيو رواية الرأي كدري جري ويقدر مركا حلوه بحي ربيعة الرأي مركا محفوظات كسي روايات كوية رايين لكن عقلي يمطور وين باصار رأي مركا صادر تدبو حلوه بحي ربيعة الرأي وشيخ مالي ربيعة ابن عبد الرحمن أبو عثمان المدني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول يا ربيعة مقلي أنس أوله أنه سمعه وحوح مقلها هي وربيعة بن عبد الرحمن التابعي الصغير وحوح مقلي أي أنس ويقول لك كان رسول الله رسولك لا يحوها ليس بالطويل البائن من آد ديرين نبي حق عتال كيسة آد أموسا ديرين البائن واسم فاعله من بان إذا ظهر على غيره أو فارق من سواه إلهي حديث بائن من خلقه خلقه سو إلهي كسو عنيه وكقو أنيه بأرنيسة مركة البائن واسم فاعل من بانا
إذا ظهر على غيره أو فارق من سواه بالله إلى هذا مركا ليس بالطويل البائي دير بحسن ومضى كبحسن وقصوا عن نبي وما أهيوه ودير لكن عتال ومضى مركو دحتا غني وكديري هاي أو لا تلمامه نبي وما أهيوه. حديث أبي هريرة بسند حسن عند الزهري عند الإمام محمد يحيى الذهلي أيا عديو كان ربعة وهو إلى الطول أقرب نبي قد أحد بوها دير حقين عتال كسو أحد حاد بوها لكن دير بوحقين وهو إلى الطول أقرب مركا ليس بالطويل البائن البائن مركا وقيد ونبي وادر لكن دير بحسن ولبن لو شاء وضدك كدح بحسن وكدح تاقا ما أهين وي ولا بالقصير مد قابا نبي ما أهين أحد قابا ما أهين هدي نبي قابنين لقاء أنفيه دير بحسن وزائدا لقاء أنفيه وحقو صهر وحوها دحد حاد وسط بو نبي أهاوي حقا مركا وحق عتالك سبحانه صلى الله عليه وسلم بالشيخ وادا تلمامي وحقوها ري حقا مذبكا ولا بالأبيض نبقوا مدعاد ما أهين الأمهق ومركا قروحة حيشة وعدينك آن لهين قدود مذبكا عد إن قدود لقود ديهن وفولحم سنببا نقون بفتا نقون إيسا ما لما بهان مركا مذبكا عد إن قدود كجراه ونكس ومركع عسين يعدين إسكلا مذهب كاسا مذهب كعربية إنت بدن قيمها بدنا لكن هذا جدود نقطنا هذا رب لنا دعبا نقطن وديك بان نقطن ما الفرقية هذا جدود كلا جاس هرنا هذا بفتا نقطن صابون عبا نقطن مركع وافو الحم ولا بالأبيض نبيكم مدعنا ما هين الأمهق ومركع قروحة أما عدين زائدة إنه حيش بان أنا أما قروحة لهذا مركع مذهب كاسا ملو تلمامها هي ولا بالآدم مد ما رنا ما هي آدم كان نبي قد اللود يدين وامدو يعدين إسقلا أما مدو يقدود إسقلا إلين ما رين كل كاسو كيما دهبل وامارين هوا ما هي مد مدو يوحى إسقلا وي يقدود با إسقلا أما يعدين يوحى إسقلا مدو وماش الجيل اللي جاي ده مايجا نعرف كم مايجا صمت قانا مايجو وحى إسقلا محمد هاي مايغو وحا اسغلا غدود اي مدو با اسغلا ميدب مدو اي غدود با اسغلا عسين وحا او تقانا هدي لكن عدين اي مدو اسغلا محل يادا بور بعض ياشا بعض بايله وحا نو عاسا لا شيغا ادو ادو جيل ما تقانيدي دياغي كلون با تقاناي المهم ولا بالادم نبي مد مارن ما اهي مارين مدو خيغينا ما اهي روايات كلوس توغان يا واحد كو اركيسا نبي وحا كان اسمر كان آدم حديث كان هو أنفيه حديثه أنسنا علوه حيله وحال أدمض النبي الله سجاي أما صمرض الله سجاي حديث تكلوام هو جدود هي عدين إزجلوي كان أبيض مشربا بحمرة مركا هذي عدين هي جد إزجلا مركا ومد بكلوب بها هي قروح سووي أصمر نوالي هذا آدم نوالي هذا كل ديدين هينا وأمدو يقول إزجلا أما مدو يعدين إزجلا مرض الميش مدو صوق قالوا نبي وشوق الكمال قد يضع يضع ولا بالآدم مد ما رنا ما أهين بمعنى أو مدو يعدين إزجلا أما جذي مدو إزجلا وحوها أبيض مشرم بحمرة أيوة نبي قوها حاجة وحاجة مدبك حاجة تمهيسي با يا كمدق حديث الفادث ولا بالجعد القطط ولا بالصبط إذن ولا بالجعد متى ما أقلنا بما أهي القطط أوغونا واتموه مرنا تموه دور قيود بين نقضان وهذه تموه أنه وحان لنا عداد بل يدو وتموه أضيق يحيقان لكن ويرون يهيد تموه وحكسته وصوية وكير في عن تموه دقول ليداد دقول بل يدو صماليه واسيدي أبضان تهي تموه حيقا بسقول لي بل وخوما كالداتي سيدا جاينها يهندي دو كالي أيوان استاغ إني إسكال المالي طبيشو لك لتغيش كواس بسقول لي بل يدو هل كانت دي لزور دافو تمها أذك جرير بايو لها أما محمو هاي أفرطان نوع بيهان جرين بان أمالي المهم مركا قطتكو وهوشا نمانك نحج جوغنو تمهو دووي نمانك نحج دقنية تمهو ذا إيا قيوص والدة كميدة اللو جيدة بالجعد جعوددو تمهو تمها آن شبينين إن رغمانينين حقا نها دي لسيدة آن دعينين اسكتاقنان هاي وكربحا هاي تيمو مركي بحاني دعان بالربا
هدي اللي تبيه وشان الله لقو قبطان ايه شبان ويسرقان ويشان بالدونها يا حقلا يشا تماها مركا حقلا ضي يلاني هدي اللي تبيه يتشبه يا جعدق اللي هذا قطد هدي القدر وقوة ايهو هدي اسكار قريها قريها يا جلفها ماشي تهجم وي ولا بالجعد نبغو ميت ما ضاقنا ماهين القطط وآد أي تيميسو أدقيهن قططكم مركا واتمها أيقو دوب ما أدمويس الروح ماذا حسابة إن الشيني قد ضغطي معو آيا أما كرور قد ضغطي أما كرون كرور قد ضغطي كأزو مركا قططكم لقاه الله ولا بالصبت بسقولين ماهين وي تيما أيقو وفو الحمال الله بتركول تيما أدمويس ألقا انتي لقا قطمين إسقا صعودا oo xadig dhuuban la taagay oo soo rogmanayn oo qalloocanaynin oo qaab loo duuba aan lahayn kuwaasna waa kuwa jeenaha iyo indhayrtay u badan yihiin waad aragtay kuwaasna ma fiicno marka nabigu sabtina ma ahayn jacad qatdana ma ahayn wuxuu ahaa timaha marka dugul nabigu lahaa waa timaha carabtu u badan yihiin timaha carabtu jinsigan carabeed u badan yihiin way timaha marka jacdi basaw qatad hadii laga reebo waa timaha wanaagsan بعثه الله حلق رب الدري بحديثك كجرة بعثه الله إلهي بصوصار النبي قد الدري على رأس 40 سنة أفرتنجر نبي أفرتن كي سمركو بحسامي بإلهي صوصار بعض أهل العلم وحي صدن صدن يستقال سنة إيا بربو جري وهدي اللي إذا هذا وحي وحود دقي في رمضان واسده هدي حوق بضان هدي اللي قف في ريو إنو الربيع الأول نبي قد الشينا أفرتن حرام بمركان نقون هيا حافظك قضية دائد وشرح كتاب المناقب مركا باب البخاري باب صفة النبي بخاري لفتركيس وضبير مشهد هاي كتاب المناقب مركو النبي كسوها اللي الصحابة وأنبياء السورة لمي ونبقى أوكاها اللي أي وحوق انت باب لي باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم لباتني أفر حديث ونبقى تلمانت وضبير بخاري وشمائل كيكوة إيمان دونا قيبة كميدة حافظكونا شرح نوين بو شرحي والله نقوم كرا قد يضع يضع نينكي مركا دوني كتاب قد ذكر مركان أقني كتب بدن وباب كيسة كلامه أو باب كيسة كتيمد وان تلمانه ده لكن سنة كي يوم مطلع ويجد جيست يلق بها رمضان بلجوجاي بعثه الله إلهي بادر على رأس 40 سنة أفرطن سنة ماذا حد بقى الله قدر سنة الكمال بلو يقانايو ومش الله وكل بحود ده الله وكل حبيت أنا يرضي إيو محاي دقيق وكل بحان وي فأقام النبي وحنا قال بمكة مكة وحكونا 10 سنين طبعاً سنة أي نبي مكة جوجي كسر جبي طورن علمته أما الرواية طوريسة صدق هي طبعاً سنة ينبي مكة كنا ولا وارقنا عربي هذا ترى ذا مرنا دير بالجوية مرنا أنت اللي ما بالكها هبل مسجرا أفرتم بوجرا بعد كده صدق نشديت بمثلاً جرا صدق نشديت سنة لا بد تكتبه حين الدوحة وقعد من بالله ما أركو مرنا وحده هبل وحجرا أفرتن حجرا أفرتن صدق سنة عتك جوزي كسرقي أما دير كبات كجونيس مركب وردقنا لا يقانا ويدب ملا بعض أهل العلم حاليا رواية واش شذ بكجر شذ لكن ما هي واختصار اختصار وي فأقام بمكة مكة كنا قادة النبي 10 سنين طبعا صنو مكة جوغي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى دوت قرنيسا وبالمدينة 10 سنين مدينة النبي طبعا صنو أيون كنا ولا جوغي ومد الدين كوغي يدها يي وتوفاه الله الله أفسدي ونبي واحد جابتي على رأس 60 سنة لحدا سنة مضحيت ما كنا نبي لحدا حلو دادي سو لحدا جري هاي أيا ربي أفسدي وربي قاضي رواية إن بطن إكال الله حلو مضى إن ويران تنضم بي على رأس 60 سنة وسيد اللوجي حديث كعائشة هي حديث كأنس من طريق أخرى أبو حقوي مد النبي صدني لحدا يصدح سنة وكجريو ذي لحدا يصدح مركب كسر قنبوطوي باب الشدود والتعليل إن لقى لما وراكسنا إن لقى سأرهاوه وصوغة أبصدي وأردغن عربيت إن ترضى مرنا لبوحشة مرنا لديمو هدي وحيار وحيي هاي قرآن كنا نبيه نواتي الماميو سورة وحاجر تصدن آيادود سورة نبيه سيدة أولي صدن ويكبضان تهي صدن اللح صدن يشان آياد بين نقطة مركو وأردغن ليقا لحدان يصدح صدن نبيه كبيري صلوات ربي وسلام عليه أفرتن جربا لقدري صدح طبان سنمكو كنولا طبان مدينة كنولا أفرتن لباطن يصدح اللوغيين واللحدان يصدح سنو مركز هذا سوي إلهي بان نبي قوصد على رأس 60 سنة لحدان سنمدحد يعني لحدان مكي بوحسطو إسحرني با إلهي قوصدي والحال ليس في رأسه مدحي سنة وسنكؤل يو اللحية قركيسة
عشرون شعرة لباطن تيمود بيضاء وعط نبي ما بيعرف من وجد أتكا النبي وجد أتكا يوحوها إلهي سي حب بدنه أذك بالوك ويا الله أبو ري مركن النبي ما ذي حسية قرك سوى مع ضانين وحيربا لاشن لو يقنع عن فقده فردوك تلي هذا فردوك تلي نقد اللي هذا إيوه قرك سوى وحير كعدة لباطن تيمود ومركو النبي سريد مريو أما أوشن لي قرسوم الجريبة مركو بستاسني هنا موقن جري ربيعة الرأي تابعي حديث كورن هي أيها الرواية البخاري غير كيو حولي هي مدينة أنا وجوة يوحان ركي تمنى محمد بان ركي ومركا تدكو بركيسان هيا أنا ولقويسان هيا ربلون كان هيا لبركيسان هيا مركا وين قدود نايين بول تمك قدودا بيا هاي رواية أن هيينا وحي أهيدنا بقوينو سنع روبين مدحسان أو سنع اللامين مركاني دي بوتمهن محي أهيا واتبه صوبانها صوماها دي محيو قدودين هي dadkii timaha nabiga hayay ee aalo beedka ahaa ya waxay ii sheegay in cadarka badnaa iyo nabigu u gumarnay ay gudoodiyeen ihmarra min ajli at-til dib kala marin hayay la gudooteen ee asalkood ma isan gudoodnay marka sidaas ayaa lagu cadeeyay lagu sharxay bukhari ba rawada soo saaray 3547 hadinka marka hadii qiimo badan weeyo oo sahih ah وح مال وح لقى فرت لقى جشنا ماله أن كان الرواية ذا وتوفاه الله على رأس 60 سنة دو دقنينه وحيده سيد اللوجي هاي النبي وحقول أنت صد اللي حدا يصدح حسنا روايةنا وحيشك تي اللي حدا نجرب النبي وحقول أنت مركوا شاذ لأنه ومخالف لرواية الجماعة الكسود هذا أمر لكن باب الشذين صناعين باب في عن الله مره إن يتهاي إسقاط الكسري ترى دريد إلا جو إلا رضوان رقم لا يقان نوي لبس ملها حديث كان مركه وحنو كفى إذا سني زمن كي دعوة النبي زمن كي دعوة والله باتن يصدح سنها لباتن يصدح سنة القرآن كدق النبي قن أمد الدين كوجي رهي وإنه كفى إذا سني عمر جن النبي قا ورما يسترنا وإنه كفى إذا سني صد لحنا يصدح سنة وإنه كفى إذا سني وحن كلهم كفى إيشني عتالك صوبناها وإنه كفى مذبك إلهي سينا وإنه كفى تنتيسي قابك أهيدنا وإنه كفى إيشني وحن كلهم كفى إيشني نبي إنه سن عروب عر الله شرقه تأصوت تلمام يس علوم ليهن جد أذيك إنه أها الروحوس إنك استوه دي بقن طيو لك لقاتو لك نحل ورات وحوي هاي هذانا عين تروحة يدات ذي أذيك جسة بيكتر جنتها وش أيضاه حدثنا حميد بن مسعدة البصري وشيخ الصنعاني ومسلم مسلم هي أربعة وحكورية من كوريا صغو قتيبة بن سعيد من الجميل من طريف البغلاني برجاء صغو شيخ الجماعة وها. أما وذات كان حميد من مسعد البصر وشيخ مسلم والصنن بخاري وحكم وريه قال وحر إمام كاسي حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله رسول كلا يوحوها ربعة رحاد بوها تأنيسك حكيمنا يا بالنسبة إلى النفس ما كان نفط لقى فيري هدي ذكور الله من العصدان مربوعا بإيمان دونت كان مربوعا من الرجال بعد رحاد بو نبي حق عتالك ربعة من جهة النفس نفأهان ما كان لقانا رحاد بوها اسكم ميت ربعة إيو مربوع اسكم ميت وي كان رسول الله رسولك لا يحوها حق عتالك ربعة رحاد نين لحوها وي نين آذو ديرنا ما أهين من قابلنا ما هين دحدحات بصوبانها صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل مدير ما هين ديرك بحسناء بائن كأها وإنك صد سومرين رواية هوري حديث كأناس ولا بالقصير مد قابلنا ما هين حسن الجسم نبي هو أغوانك سناء وقد يشرك روح باك لغلو عوك لتاغن وطور له فعله سوب حسن يهي وآن آن هبايسني نبي هو أسكو هبايسن هوي برقات أصل لقاه الله يقول حي حسن الجسم حي الله ما هو حسن البشرة وقذا يجنك روح بقى لفسن شير كيسو وكحجان هي روح بتشرك دل دلعة ما بيقول وقذا كره جنك الله يقانا أيوة النبي صلى الله عليه وسلم وناكسنا لكن شرك قدام بالوجد حسن الجسم قاب جسمك يا قاب أبورك يا طاب شدة كره بانتبه والوجد سيد الراجحة وكان شعره تميه سنة وحي هاي ليس بجعد من أتكي ولا صبط أن كلا دادانين تما كلا دادان هيو كلا صعودانا وبسقول لي أنا ما أهين ويتما أذق واسكو الضوبما هيو اسكو دقدقا هيو أنا ما أهين أسمر اللون وأنا قاد صوم الرأي أسمر اللون ميدو كيسو ميدو مارن يا إبوها أسمر قوى الروح مارن وحان هذا اللوج يدابا إنو نلي
وجدودك يا عدين كإسقالي أي هذا الصمران اللي جدا أما الصمر وآه سواد يا بياض إسقالي أما سواد يا حمراء إسقالي كأزو ومدك أنا وأنا قلنا ومارين مارين كصمراء أسو ومدو إيو هولك لو استابتي وي لكن مارين كعربية اللي قال الله إيو وجدود يا عدين إسقالي وي وحلق الله وكان شعره ليس بجعد أي ليس بشديد وهي أما بغليد ما أتكين وهي تما أذق ما أهين ولا بصبط تما مركاسي بسقوله كلا ضدنا هي وكلا صعدنا ما أهين تما دقول النبي ولها دقول بينها نصمار ذو مركا وكان أسمر اللو مذا بكيسونا نبي ومركاسي وام مارنا أما جدود مع عدين جدود لقب الحيبو أهوي إذا مشى وكان إذا مشى بأسكاكا قدرا وكان إذا مشى نبي مركو صعدنا لقوين هينا يتكفؤ هري صعته لها ضدك مرك يسعون إن قدال بوجي ذا باش وقدال كدمود إن كان الله يساس وصعدة وقدال كقدال تاجا إن هري صعدت له إنه مل دجان دجا كذا عياد مودة روحنا أصلا قدال لا قدال كقول تاجا إن هرينا أنو فورين بمدح حقتهم يا حبت كنا وقت تاجا وأنا مشية المتكبرين والجبارين وي لما جعل من داعي ذا ولا حبت كسوت تاجا وزايد هذا جاء هوش هولو بهن يما إن كان لغو جيدا أدب ملح أجيدنا لو تركيه وضفه ما قرح سنة نظر حذر يسعط لها فارب أسعن جلوي وكان فإذا مشى نظر مركو السعون هايو يتكفأ ركو قوسن يوذا دايلي تكفأ وروح ركو قوسن مركو السعود فريسو خوري يسولك ركو قوسن روح مركو أسوه عرب تكسعود يساو سعود نظر قوسن واتقانا سوستدا ماها بسم الله قوستو ميدا ارغون كما بودي لامين با لو سوقدا ايو سيب اي روح عربها كو سوقدا اما شنت ودا دغتا انت بدن اي دوكا ما قوستو لكن روح هوراي سوقتدا لي ايا عليسكي سي بدنا فرح اسكو تغي فرح في دود حدو مركو دقاقاي مركا خو قسمان يا انو دوكي غويو يتكفى نيم باسدا كو شيغ لكن ثوابكو و يتو اتمايل والمشي القدام هوراي هوراي سوقتوي إبل هو رسعت ولا يا سمالي ودقن كاوي يقانا رواية كدنبانا فسير الدونة حديث كان أصوغنا هو حديث صحيح كورنا صحيح بوقها أسنوح من تلمامها يا أسل حديث كي آنس من طريق أخرى كوي مدوي نبو عتال سنو الأحدحادها دير بحسن أولا الشيغان أوسن أهين قابنا أوسن شقر كلهين تركيسيو قنكيسيو أوغديسو أي واناك سنيت تميهيسو الأحدحادة يا أهين مدب كيسو مدر عب عدين يقول لازقالية أو لازقبر حيلها يوكا أبوري حقا صعود كان أو هوري صعود لها بأنه كفا إذي سني مركا أصونا إنتا صعودكو إنو فايدة ومركا الشمائل كي خلقك أهوي كو خلقك وإنو الضنبية حدثنا محمد بشار بن دار الشيخ الجماعة أصونا ومن شيخ الجماعة وي. بخاري مسلم يترني النساء بن ماجه أبو داود كل شيخ بقية هاي محمد بشار بن دار بلغونا نساء لقب كسب بن دار بالي هذا قال حدثنا محمد جعفر غندر نين كان محمد جعفر غندر بالله يقان أصغونا غندر وحلوق بحي ومشاغب ربشولو شيخ سودي بجري شيخ سن شعباء أي أسئلة بدن ويدين جرون نين سؤالة بدن بوأها أسانيد أي طرق أي رجاشة نين ضبقلو أها مركا غندر كوا مشاغب كوا نين كان ربشوله دبك بدن أي وحقوط قضاء أي ليادة مركز دبك لو مضوا كهي مجدرين نين علم الدون والدين تشعلوا فنقان الروايات كي أسانيد دبق لو شيخي زين وحكراصوا بعدون أيوها شيخ مركز مدعا قد لجيه وإلا كيري لكرواب شيخ قد لجيه مركز وحكا لما هين غندر مقع عسل لو قد حدثنا محمد جعفر غندر قال حدثنا شعن الحجاج شعن الحجاج الكوفي عن أبي إسحاق السبيعي عمنا عبد الله الهمداني بالله يقعنا شعب مركز هو رجل وهو الرئي فنجان حديث كبا لقاعد يدو وشيخ يحيى سعيد القطان وفنجان نقد جاي وتطبع أي سنة دب قال كي رجاش ولا بانك بلابي وي نك بلابي لو تري وتعالوا نقتل في الله ساعة إلهي درت أن وحوا حمنا كهلايا تحن حارن وبالسكو جاي حن إلهي درت وهو ناقصن حق الله وارك بمعنى وام حي رجل رواد علماء حديث كورية نينك أن رواية سلقادان كرن إيه ضعيف كا نينك مجروحة نينك تدك وين ومد الله شو الدين تباق شيء حديث كنا بمحل وين تد أذق ومسلمين وقيمة بدون عدول وضباط وحفاظ على قاط أو شو الرواية عن رسول الله هو سهلا ما مركا إلا كلا صعو لكلا ميها ونينك مقبول الرواية على قصة عميد كمجروح الرواية
أي أجد أنه وركض عضينا وي تعالوا نغتاب في الله ساعة وام حي تعالوا نجرح من هو مستحق للجرح ونعدل من هو مستحق للتعديل ساس أجد أنت روام حي وصيانة يحفظ للشريعة ما أها اعتداء على حقوق الناس أيه أكل لحوم الناس أما ما أها تنقيص من أعراض وام حي وحفظ السنة حفظ السنة يشرع لنا إلى إلالية اللوجة جيدة نينادو قيام بضم بهذا اللوجة عليها وعن كوية هاي الرق وحكور الشيوخ سوى واثقات بليلة وذا دوح لين الشيوخ شعبة واثقة لكن إطلاق الصح معها وعن كوية هاي شعبها دون المدلسة وحكورية لا يروي عن شيوخ إلا ما صرح فيه السماع رق المدلسين تأه رواية أيسا عضين إن الشيخ وحكم مغلي وتحديد يا إخبار يا إنباء أنكو عدين كموري قال فلان دقاق ما هي عن فلان وسكده جيسن هي إلى ويدير له ما لا هذا كان كم مغلي كدقاق ما هي وذات بحقوصه نقد شيء طبعا جور بكون نقد أو بصره عادي إنه هل حديثه عضي إنه شيخ كم مغلي مر عن بكوريا مر قال فلان وذكر فلان هو رجيا مر انتو حدثنا فلان يدو آمصا كذب مركة تدلس سقوط بقليا ماشي والعط أضو واجد ضمبو بحوري وهذا دبتي حديد كيف الكمام مقل هيبل بعد أحد كجرا إن هوش هذا وقيم بضمبو آه مرك هذا لوج عليها تشدد نوال الله تيري دب ملا أنا بسعق السبيع أبي سعق السبيع وانين إمام وحافظة ثقة مطلقة لكن في آخر عمره أي حبو حقد عيد حفظ جي سبع سبدلي نسيان باقد عيد اختلاط نكمد عين تغير حقيقة نكمد عين نسي بعض ما كان يحفظه إذن كذب وجوجي مركو أقاذينو إسبدال كرد عايو حمام مصورينين إلا صفيان بن عيينة أحد دورك قاطي أحد دورك قاطي بعد النسيان والتغير اليسير مركو اختلاط إلا يا أبي إسحاق السبع صح ما ذهب أدو الدفاع سيرك يا ميزانك بكو الدفاع لا مرها ضي مكر الرواية الرواية شعبة عنا أبي إسحاق مغطنا أيضو فرد كل عروي قال وحولي أبي إسحاق السبع عمل عبد الله الهمداني rag badan buu dhalay oo wiilkiisa iyo asaga wiil uu yahay barag qiimo badan way Israa'il in la yado oo uu u yahay ba kamida rag xufaad ee kutub ar-rijal ku yimaada khaas kutub sita ku yimaada wiil asagu dhalo asaguna Yunus leeyahay inna Mishaaq as-Sabi'i oo Israa'il aabihi ah ya asaguna ruwaad ee xufaad kamida qoys barakeysan oo xadiidku ku dhisan yahay qaala wuxuu raa Mishaaq as-Sabi'i samicta al-Bara ibn 'Azib radiyallahu ta'ala anhu yaqul kana rasuulullah رسول كلا يحوى رجلا ننبؤها مربوعا على حاضر وإنك هذا السومرين ربعة بين السومرين هل كان يحاكيون مربوعا وإسكمت حقا معنا حاضر بؤها ويحق عتالك بعيدا ما بين المنكبين بعيد بعيد ببعض نسخة إغورها بعيد أمرك أي جملة استئنافية كدقها جملة بلا وتبتائي لكن بعيدا أما وكان ذي بالقدر ريسا وكان بعيدا ما بين المنكبين لبدا قرب انتو دحايس نبو واكلا فوقا بعيد هنا بمعنى عريض عريض وي عريض الصدر اما عريض اعلى الظهر دبر كقيب سكور نبو كلفا قربيسا كلفا قود روح دي قربيسا كلفا يهين وحا كدن لافتسون اني بلارن تهي دبر كسون بلارن يا اذا دبر كبلارن وقيب سكور هي حوت كان بلارن قيبته وحا علمو ليين لبا معنى كجرو معنى ومعنى حس من نوع مد معنوي وجوهرية ولطيفة معنى حس وحي وداده ليهين روح قربها كلفك انت بضن وحوك بضن يعني خاصة يدي سائية تماتك سيئة عن قاد كيسو وكحوك بضن يروح كل اسكو تكتغان افراها كوسا اسكو اصغر ربا اسا سارا لانو قعنتا اطورو يسو حكسو بحيسا قرب بلارا مرقا قرب كيكسو دعيسا حوك بضن مصدر كي كإيمان يستوى مصدر علصوي مرك يد يا ورن كي يسافت يد نوع عاسا ويكحوك بأنت يقعمها كالي صدرت يد بأيباد النبي أطوري حتى أيد الله عيسى عن بربريت كي أميوتنا خلف بادقرنا إسان بيلات بقحي قادي ويان شن صحابي النبي كرقي باقا قربها كالفقوة أدبو حب باكو جراتاني وحيليين روح أنت بنا قربيس أي كالفقيهين إيا لابس أي بلارن تهي ما طبيعة حمو قلبي فرن أو واسعة أو دلقات بضن أو واحد بضن حملة واحد بضن قاتوي هذه لكن باش عريري تهي وحاوي بيحكو سوق قاله وحاوي يكون بدولة بوديس
waxay ramadu qaadan kartid labada macna ku jira macnaha xisiga iyo xagga awooda iyo quwada iyo qaabka ilaah u kamayn ruuxa iyo midka macnaha iyo dulqaadka iyo raaxabatu sadri iyo muxuu ahaay samxul akhlaaq ah baa ku jiray culimadu leeyihiin baciida ma bayn mankibayn ay cariid ma bayn mankibayn labada garab inta ka dhaxaysa nabigu waa ballaarnaa way kala fogaayeen cadiim aljummati halabtiisu waa dheereed jummadu waa timaha timaha dhece ayaa jummada loo jeedaa timaha halabta dhaca ee dheer ayaa loo jeedaa cadiim aljumma ruux waa timihiisu ay soo dhacaan laakiin ay filfillaa yihiin oo khafiif yihiin oo dhowr xabba ay yihiin axadna timo weyn baa soo dhacaayo oo wada socdo oo say madax uga yimaada wada socdo oon kala hadhayn oo siday u cuslayeen u madoobayeen ay qarada u lahayeen bay usoo dhacahayaan wa kaana cadiim aljummati halabtiisu iyo timihiisu baa loo jeedaa cadiim aljummati timihiisu miday weyn yihiin ama timo dheer buu ahaa ilaa shaxmati udunayhi dhagihiisa carjaduna soo gaadha shaxmadu dhegtan meeshan ay dumarku gashadaan dhagadhagaha ayaa shaxmada loo jeeda culamadu waxay leeyihiin timaha badankoodna dhegtay iman jireen qaybtooda faraq dheeraadka ee baxdayna garbahay ku dhici jireen saasay wadaadaha qaarkood u jamciyaan timaha badankood iyo weynankoodu dhegtay imanayaan carjawdaasay iman jireen oo timaha o dhanna madaxa ka soo dhacay wada socda qaybta horbaxaysay dheeraatay iyadu inta kala dhaaftayna garbahay ku dhacaysay macnahaasi waa macan macnaha labaad ee culimadu tilmaan waxaa weeye waa in lagu xambaaro ikhtilaaf alaxwaal nabigu timihiisu mar waxay iman jireen dhagaha fiidooda iyo carjawda marna way bixi jireen garbaha ayay gaari jireen marka ikhtilaaf alaxwaal in lagu xambaaro ayay culimo qaarkoodna maraan wa kaana cadiim aljummati halabtiisu miday weyn timihiisu dheer yihiin bay ahaayeen gaadhana ilaa shaxmati udunayhi dhagihiisa carjawdooda ama fiidooda gaadha calayhi nabiga dushiisa waxaa ahaan jira uu qabi jiray mararka qaarkood xulla xamra isku joog guduudan xullatun xamra xullada asalkeeda wixii kori hoos loo qaata ama sarwaal iyo shaar ha noqdo ama macawisad hoos ku xidhata iyo go lamida ha noqdo wixii mar la qaatae la labisto ayaa xullada la yidhaahdaa inay isku midab yihiin shardi ma aha ada waxay leeyihiin xulladu waxaa qasaba in shayga aada korka ka qaadatay iyo midkaad hoos ka xidhatay ay isku midab yihiin wadaadana waxay leeyihin ma ahe waxa un shardi ah inaad laba shay qabto shay kore iyo shay hoose midna hadduu doon ha cadaday midna ha madoobaado laba midab oo kala duwan ha kala yeeshaan laakiin sidoo loo badan yahay inay isku midab yihiin ayaa fiican bay wadaaduhu leeyihin loona badan yahay ama tan uu nabigu qaba iyadu isku mid bay ahayd ee marka hore xulla ahaan baynu ka hadlaynay calayhi dushisa nabigu waxaa idi xullatun xamra isku joog guduudan ama cas waxaa tiraahdaba maa raayitu ma arag buri saxaabiga baraa ah shay-an shay qatu weligay buri axsana minu nabiga ka quruxsan nabi maxamed oo isku joog guduudan xidhay ama cas xidhay axad aadamoo ka quruxsan weligay ma arag buri xadiidkan isagu wuxuu inoo faa'iiday xadiidka hore qaybahii faa'iiday citaalka nabigu inuu dhexdhexaad ahaa wuxuuse ku daray nabigu inuu laabtiisuna ballaadhnayd garbihiisuna ay kala fogaayeen riwaaya min xadiid abi hurayra cinda ibni sacd fi aabaqaat yaa waxaa ku timid meesha baciida maa bayn almankibayn raxba sadri wa kaana raxba sadri laabtiisu miday waasac tahay oo laabtiisu ballaadhan tahay yuu nabigu ahaa marka isku macnay noqonhaya xadiidka marka wuxuu ku dar nabigu garbihiisu inay kala fogaayeen laabtiisu dhabarkiisu qaybta korena uu ballaadhna dhabarku qaybta kore inuu ballaadho oo garbuhu iyo inta kusoo aadan ilaa tunka iyo dhulka ballaadho inta kalena ay dhubato waa quruxda aadamaha qayb ka mida wey laakiin haddii ballaadhkaaduba keliyaha kasoo bilowdo oo adoo dhan baad la ballaadhato amuur baad noqonaya jilbis meesha yaalla abris baad noqonaysaa hawsha iyadu ma quruxsano waxaa laga hadlay waa qaybta kore bay culimadu iyay ku fasireen riwaayadkuna caddeeyeenba xadiidkii intaasuu inoo faa'iiday wuxuu kaloo ku daray isaguna timihii inay dheerarkood meeshay gaadhi jireen ba kordhiyey nabigu mararka qaarku isku joog guduu inuu qaadan jiray buu xadiidkan faa'iideeyey wuxuuna inoo faa'iideynayaa xadiidka qaybta dambe axaadiisi tilmaantay in dharka guda aan la xidhan karin inay daciif tahay buu faa'iiday nabigaaba xidhan jiray sal alay wasalam saxaabaduna waa xidhan jireen waana ku ammaaneen axaadiista marka alimaam ibnu lqayim iyo shawkaani iyo jamaaca min ahli cilmi ay ku dhageen oo marka ay ka dhiraan dhiriyeen in dharka guduudan ee midabka guduudan ee takhtiga ah ee guduudka soocan ah ama barax tiran aan la xidhan karin wax xadiidoo ku asaxay ma jiro xadiidta ku timid annahayu can lubsi thawbi alaxmari awaaba thiyaaba markaasi inaysan xadiidtaas nahyigaasi ma asixin axaadiistaa maysan asixin way soo aroortay laakiin daciifo weeye axaadiistaa kulligeed nahyiga maxdiga ee ku aadan fi thawbi alaxmar ama in layska reebay
مياثرت يرجوانك يحررت قيبة كميدو قدودان تايدو مرن مالها نهي يقول قدود كمخصية كونو اوياي حرير أي نهي يقول عهايا عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه انت نمرك إنو فائدي سويدو نمرك نبقون اسكجو قدن حرنجري آدنا وقوقر حسنا وحديثك أن فائدي ولمرك وحكجرا شيخ كجرا شمائشي يتلمامه يقاب كنبغ خلق غير ربه أبو رس سبحانه وتعالى أي حديث كان فائدي حدثنا محمود ابن غيلان شيخ الجماعة إلا أبا داود شنطك لا وشيخ إيهي بخاري مسلم النسائي ترمي ماجة شيخ ذوي محمود بن غيلان أبو أحمد المروز العدوي أيال يذان إن أذو قيم ضون الثقوة جبل عابد وفقيها مركوا شيخ الجماعة إلا أبا داود قال نمان كان شيوخ ذا إن أبقبطان والذين كربا ويدين ويدين دونا أوش أيضا فقن شيوخ ذا ستضو حكوريا يرقى يقول مقع عاماني ون أحديث كدل وريكتوحي لقات المامو والإس ويدين حرتان ويدين رقى يقول لقى استياش ما بقوم جعيل كيس أفر دي ويدين مينو حدثنا محمد بن غيلان واحد المروزي قال حدثنا وكيع من الجراح أبو سفيان الرؤاسي قال حدثنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري إمام أهل الكوفة سفيان مرة ضد وكيع بارب سفيان دبتها قيون لا إطلاقه هدي الله نسبة سفيان وكيع من الجراح يروي عن كلا سفيانين سفيان عيان وحب كورية سفيان مسعيد الثوري وحب كورية لكن هدي عن الله نسبة إنه حدنا سفيان أما عن سفيان لا إله ذو منكم كوفية أرضي وأرضي كوفة أوية أما ريع عراقة وحد كقدر رطائن وياي سفيان الثوري سفيان الثوري أما هدو سفيان لأن يكون حجازي ياهي ريال مدينة ريال مكي ريال يمن يأيهين وحادث كتر على انت بلان وحاوي وابن عيينة وكيع باكويمت وكيع هدو حكورنا يا ابن عيينة وقنس بين سفيان ابن عيينة ودي وحلو قرتو شراعين هدو لكن سفيان إطلاقه وشيخ وينا أنه اسكف في عين الله صعد وثوري سفيان ابن سعيد ابن سرقة أبو عبد الله إمام أهل الكوفة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو عبد الله الهمداني عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصيدة ولا بالطويل حديث كان صغنا حديث فوريب ولا معني هاي براء رواية كمدة ورواية كيسي قال براء وحول بن عازب ما رأيت مارك من ذي لمة لمة يجمع يوفر صدح راسي ودو كالقالان صدح راسي بيتماء كالقالان لمة أي وفرضا وفرضا أُيّر وفرضوا أتمها بكل كاه أنت تيمو يرتاعي هنا ولا الصعود عنوي ويبحين كرب أُيّر مقاقين إن الحكم مدام الشباب بعود من مركي تيمو يرتاعي هنا يبدلنا يه أي وفرضا ليه هذا وفر مركي السور رج مدام الدعاء دعها أنا إيشن سو قارنا لما ليه هذا هذا يسوع قطبا ويقربها قارنا جمع ليه هذا وهذانا وعي عكسيان واللما ذي بضيان جمدنا دحدحات كي كدغان ادم الوفر اللمه ثم الجمه صدع اساسا اصل له بديه قال وحري صحابك ما رايت مارك من ذي لمه هلب مد صاحبه تما دهر احد له احد تما دهر له او في حله حمراء هذا اسكو جوج غودان قبا او احسن كوناس احد تما دهر او رغ اه حقنا اسكو جوج غودان قبا ونبي ما كغه قرحسن ما ارغ وي هذا اسكو جوج غودان قاد حقنا القردنت او سيمنتا او تما الله وباب كلمه موقتا اتمر دير بلغه هلايه اسكو جو غودسن او غودسن ودا سوده احسن كقرحسن او كواناغسن من رسول الله رسول الله ما ارق بو له صبنه وحو لها شعر تيمو يضربو غراعو كدعه مرر كقاركود منكبي غربيسا غاده غربه غاري جيره ومركي ديرادن اي بخان وي الى النبي صلى الله عليه وسلم تيمي سمبا غابن جيرين انو عمره اي حج او غويه مويه لما هي النبي محمد او خيرته اما غابسداي النبي محمد تيمي صحيري أما جابي إلا في حج أو عمرة لما هي يسوس علو حقي جنيا مرك هوش أن لد بتاجات برتها تمها ما في عنا فرحك قاضى نمانا ما يشوف ضح جوك تنا يقع إلى هيك كلفي والنف أوجي سي رولك استبر مرة ينتظركته بدبر لد بتاجات تمها هوش أيضا هلاسك إلى لي طيب معايا النبي ورقة وما هاي تلمان خوارجنا ولا قد جاي سيماهم متحليق روايك لسيماه متسبيدو مركت ما إلا حيرتو لما لكيسو الله سينتو الله قرددو وبرقا أهل البدع ويرمك الله غفيري وخوارج بالغوت المامي
ثانيا صبانه أو بضني ثالثا عبادة بأن نقوم مركا قارك الحير الدزمة مر التماع لحد سمر عبادة ما إلى هيدرتين لوح لو عبادة النص قال ودواشو إن لتعظيم الصنم أو لتعظيم الشيخ لوح يرنا واشرك يقف الدين دالك قبه تماع الحير لو قال مركا قارك مركا هوش هول نص بقلا يسوي مركا وإن لسكفر لسك إلى ليه نقصوا مركا دبنا وكونا نحجوا نحن أن دامين وحاول يوفسحني لكن عن قال الله إن نقول عن هاجين كرتيبي ساجج سحابي النبي قصوا بصاصا أجيبه نبي حكول تما هاجج ما يروح نقف شن لا أفرت ما نبي حير مديهن وحيو سحابي قال كل من كان له شعر فليكرمه نك تما دير لتما هاججها هبي الله حير ما أو شو مركز داسو له شعر بالنبي ولا يضرب وقرع من كبي قربه سقرع سوى قارة بعيد أما وكان بعيدا ما بين المنكبين وين الصمر لو إذا قربونا بويكل فجائي لو قرب أنت كنا حي سنة بويكل فجأ بعيد عريض مثل كلا ضرب صنبوها أما كلا فجواها ما بين المنكبين لو قرب أنت كنا حي شركة إيو مقالك أود حي لو قرب بويكل فجائي وين لم يكن نبي معهم بالقصير متجابا ولا بالطويل أي البائن در بحثنا معهم ويو طلك قصوا عن روايات بايما ده عن حق بضني بايما دو تلماما عند ابن سعد كيما يتبيهقي في الدلائل كيما ده او تلماما النبي وهضو ضدك ابن ادم كو دهر دحتاغن اسغا كديرا markii dadka ka dhaqaaqaana itaalki saaliga baa loo arkaaya labaatan oo dhaadheer oo geedahan leegadna wuu dhila istaago ayay waxay u muuqanay inay gaaban yihiin nabigu wuxuu u muuqanay inuu ka madaxtaagan yahay kulligood markuu kaligi taagan yahayna itaal dhaxaad baa lagu cabiraya lagu qadaraya suubana لا مركو لكن هكذا دير نحتاج أصلا كم نحتاج نروح إليه وحي أهيد كرامة إلهي سيو نك الرأيجة أركها هي إن دي هي سبب وحوم مقنع النبي يقول من رك كذا نحتاجية لكن حقيقة واضح سبحانه إنه يه نحده حاب نمان كلا ديرانا ويجابن هي ما كنا بيجا جرب استاج روايات كاسي وي علوم وي وروايات الصور وي بأسانيد كويمة لكن ضعف بقى كل سنة كده ابن سعد في طبقات كوري حافظكنا في البارية وقتل الماما إنه سنتسيح يقبضني حدثنا محمد إسماعيل البخاري وصاحب الصحيح ترمذي الشيخ سبهاد قصور النقضي عن إسماعيل البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح قال حدثنا أبو النعيم الفضل بن دكين الكوفي أبو النعيم وشيخ البخاري الفضل بن دكين بالي هذا قال وحدي حدثنا المسعودي وليون الحديث كان ضعيف ليون الحديث مقعس عبد الرحمن بن عبد الله اللي يقعناه مسعودي ولقب كيسي مقعيس هو عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي وان فقيه وحافظ الا انه ولي الحديث حقه ضعفي ضعفي وحقوبة حفظ قيساء اللي تي مراسيل بدنا والي هاي مركا هوراس وكويريسين مسعودي مركا وسداس هوي عن عثمان ابن مسلم بن هرمز لفتركيسه وان صدوق في نفسه لكنه سيء الحفظ عثمان بن مسلم بن هرمز صدوق في دينه وعدالته الا شرط الرواية الله بشر دي بقى أساس واه العدالة والضبط رواية الله بشر دي بقى أوا وي وحكى له وأسكى تتمات وي ما لخصنا كوي مادة هذه قرنا أن جوكتا أهي لكن الله بشر دي هذه قر جوكتا دي اللي قاربها في كل مرة وامحي وحاوي وقال العدالة والضبط اتسال السند كأيو شدود كأيو محوة هاي هولها سوى أبواب أيو قوني أوي لكن شرط الله بشر دي اللي سكوها فخصاني هاي إلا نمن بايو اتصال بان شرط مركة قاركوت ومراسيش اسكا اقبلها وحتى معضلات حجيزان ومنقطعات حجيزان وأحنافي مالكية بضنة يا مغارب شدود كمحدثين تايو حقوع اللي يفقاد ورنها يوام حي فقاد يأسولين تحوكم على الأيام ومن باب ورنها يوام تعدل الروايات والشواهد ماشي يقول لي حفاظ ورنها يوام علة أي كدقة هيا لابد أساس كوامحي وقال عدالة والضبط شرط الرأي نوامحي رأي قرما لا أقبلا شرط قبول الرأي وما لم يخالف النصوص روح الرأي قول لي ما أده يوحي إلى طيب قول لي ما أده يفقه قول لي ما أده وأن أقبلنا بشرط واحد نوامحي ألا يخالف النص رأي هو مقبول ما لم يخالف النص فإذا خالف النصوص رد هذا شرط الرأي
أما شد الرواية أساسا لبدا والعدالة والضبط منك وضوح شو كربل وليه من وحولي من حول آيات معناها زي تصيصة حديث كان معناها سكجرة حكم كاسا كفهمي كاد جيسين من وحى وككع والولس والبرد المهاري هذه نص يدليل يحكم شرع الديدة سواء كان من آيات أو من سنة أو من إجماع أو قياس جلي صريح نص دليل ديدة هذو سنجروا إلا أقبلهم حكوا ديدة هذه حكوا روحوا شيء كود ديدة مركا شرط الرأي وألا يخالف الشرع أما شرط الرواية أساسي الله بعضها ويحكى لنا وشروط لازمة لكن ميلة خاصة كتما ضد خاصة مركا أي اعتباريا في بعض الأحوال عثمان المسلم يهرب مركا سوى صدوق في دينه من حيث العدالة لقاه الله هي أما حق ضبط سوى ننسي والحفظ مركا قاركود وحلسكي عثمان بن عبد الله هذا حين وقرا عثمان من المسلم المهرمس في بعض الروايات وحكوا إيمان عثمان بن عبد الله ابن هرمز بالغوله واسل أسقى عن نافع بن جبير المطعم بن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال علي وحول أسقونا لم يكن النبي نبي ما أهين بالطويل أحد دير ما أهين إن آذوا دير ما أهين ولا بالقصير مد قابنا ما أهين أحد قابنا ما أهين شثن الكفين شفنا وبعض النسخ بالقرآن وكان مركا أكو قدرنا هذه وكان إذك قدرنا شفنا بين قن شطن الكفين وهو قدرنا هذه هذا يكون طاله ليه نوادقرن سأجرم مجنى إذا جيدين طالله شطن الكفين صعب أبك ما عمها يعل قعميش والنبي وقت كايم شطن هو الغلب ككناوي كعنج العسان ودمعوها إن لسكون متجنها يمشي مقولينوي فرادو دوونو سكارا او قلقلو عنا ما غعان خيوغونو غعار رغيدا نبي كو تاليو waxa laga leecno waxay leeyeen wa xaq awooda is taabashadeedu waxay ahayd alyana min al-arnabi min al-hariri taanda bacsan oo xaraf lahayn oo xaris badan buu nabi gulaa laakiin waxa la qabto bir ku qabatay wey bir inay ku qabatay inay gacan ku hayso waa kala shakinaysa marka waxa laga wax xaq awooda يا تمرت على الجليب على جهل الله يا أما حاجة تابا شذو كوريا جنكا ويدبع سنير ويد عبنا معنا كويمد وكان بحوها شطن الكفيني مثل عب أبقى مس عب حوجن عدود دي سوي حوجريد ويأدن كيسة قعمد بلقى عم تلقى لي قعمه صعب كفينك هو أنت كفينك عم عم توي حكر رجع بقى كفين لي هذا طيب أصل الله وابع بعضا توح لو قبته بلوجي هذا طيب الراحة لي هذا إيه أنت وحي كر رجع ندن باكفأ كفكو انتاس عما عمتو وحي كرغن با كف مع الفرها مع الصعبك وهي يا والقدمين لبدا ادن ادن كدوك لا دغان نبي وخوغنا وي ضخم الراس نبي ومدح وينا مدح وين عقل با كدال يا فهم مدح وين عقل يا فهم لا ديا با لي مدح دوبنا او يرنا ما نغابني با لا ديا لك ارغيسا من مدح وين ودبال ودقر يمد ملح يرو عاقل وذكي وفضن الأركيسة وحاسي وحالبها اسبدلية لكن أغلب قال لقاه الله إياه مدح هو انت بضان مطورب وحبضان سارين هاو انت بضان رزان يدقان شو يدلقات يكفير سبا مدح هو ان كجر مدح يرنا وحاو انت بضان اسم مدح 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 رحية أقول لها برقى خلقي سبا نبقى لقاه الله إياه ضخم الرأسي مدح يسون نبي هو وين أو مدح وين أيوه له وأنا قروح حد مدح وين مدح قروح من النقاية ضخم الكراديس وجمع كردوس كردوس كو وروجا جوحينا ونقانه حبناها ملهس كوي مادن عما عمت ألكن أيوه ملهن كلا بحي اللويها أيوه أن قوي ضا أيوه ما فاسش ماشوا حنو كلا بحاء أيها كردوس كلا يده حبنا كستوي الله بالله فتقوي مادن وكلا تقع عدودي وحق كلا بحي رضونك أدين كهوسية أن وحق كلا بحي رضونك عدود دي شغلك وكلا بحاية عما عمتي شغلك وكلا بحاية دانا محارو لنكي ما يلاهن كلا قويسيادة كلا قويسيادة أما رقاق أو تقانان با يا كردوس كلا يادة مرغوا محاي وأحبنا واوينا مكلا صوقا بيو ضخم الكراديس أحد حبنا واوين بو نبقوا أهوي حبني ساوينا سماها اللي بوجود سنتي قشا سماوينا نبقوا بوجوينا لويها الدماغ هوسي دعمها قربها حبنا واوين بولها وين
day gacantaadu weyn tahay meeshii galeysana ay yartay fool xumeyn noqon wixba isgar maray xubnihi iyo cududi iyo awoodi jirka waa inay meelahi galahayaan ay noqoto meel weyn oo xoogan oo xubinka qaadi karta ka xubanka ka rogmanahay iyo ka soo galahay u qaybsami karta hadii kale waxa weeye wax fool xumeyn noqon wixba isku miisaaman dakhmul karaadis karaadis waa jamcu kurdus kurduskana waa mifsalka xubnaha meesha ku kala baxaan weey marka ama ruuga gadhe أما كلا جيسة ده أما حبنا واوين ده معناها سلوج ده ضوين المصربة مصربة مصربة ده واهتمها تمها هلك كبل لو ده لاب تمر يا حضون تتقال يا ده ضد كشاش كله هذا كل جوا شاش النقطة وحيرنا واهتمنا نقطة فالحموي لكن أبغى تمر لو بنبولها وهلك مرة برتن كإلى حضون تتقال وقروح أنا سأسوق حيرن جري nabigu markii la qalay ee xigmada laga buuxiyay ila laba goor nabigu wakiil la jeexay malagu meesha ka jeexay ee uu ka dilaacshay ee ila xudunta ahayd bay timo ka soo bixeen liidima liilan timo ah ayaa ka soo baxay oo astura hayay dilaaci astura iyo quruxna ahaa shirka intiis kala markaa waa banaana shafkan koro nabigu timo uu kala haya garbaha mu inta kala waa banaahay markuu waa qurux laakiin haddii kulligaaba uu noqdo shaash arba noqon uu liwaax socdo baa noqon marka masrado ma daaway dadka qaar kood ba intay soo baxdeen meeshan laab xushada ku baabaada dadna laab xushada intay ka bilaabato xudunta tagta in hoos u gudubtana waa laga yaabaa marka laakiin tanabigu way dheereed way halkan intay ka bilaabatay socoto way ilaa ay tagto xudunta bay way dheereed marka taasna qurux weeye dawiil masruba timaha laabta miday dheer yihiin baa timo dheer oo iyo nabigu laabta ku lahaa masrubadu midaas aan loo jeedaa waa leelan timaha oo xabadka iyo ilaa xudunta taga loo jeedaa ida amasha nabigu markuu socdo takafaa dhulku goosan jiray ama hore u socoto lahaa takafuan hore u baxay lahaa nabigu hore u socoto lahaa baa loo jeedaa tan xadiidkan aan ku fasiray ka annama waxaan mooda yan hattu nabigu inuu ka daadagahay ka dhaadhacahayo min sababin meel hooseysa malka iyo jir inuu ka dhaadhici ruux markuu meel ka dhaadhici hore u socdaa tilaabisan hore u boodaa idan marka ruux meel hoos ka dhaadhici buu nabigu u laxaatan jiray dhulkana u goosan jiray una socon jiray weeye kaana ma yan xattu nabigu inuu ka hooban ama ka daadegi ama ka dhaadhicidaad moodaa min sababin ay min makaan munxadirin meel hooseysa ama dagaan dega lam ara ma arag buu saxaabigu qabla horti iyo walaa bacdaba nabiga gadaashintii la oofsaday kadib midla ruux lamid ah siduu rabbi u abuuray siduu rabbi u abuuray axad lamid a ma arag buuri marka sidaas weye xadiidkana markaa isagu wuxuu ku daray inta hore inoogu daray shatnulkafayn sacabihiisu ama adimada gacmeed nabigu miday xoogan yihiin buu ahaa iyo walqadamayn adimada lugeedna waa xoogana dakmu ra'si nabigu madaxiisu waa weynaa madax weyn oo ilaahay caqli iyo cilmi geliyey buu lahaa dakhmu karaadis xubna waaweyn ama ayuu nabigu ahaa karaadisku xataa basa ma ahay culimmadu leeyihiin xubna kala guushada basya xataa xubinka iyo hilibka saranba waa xooganaa wey waa weynaay dawiil masrab ku daray isaguna xadiidkan dambe ama intan dambe ah idaa masha takafaa takafuan waa tafsiil riwaayati saabiqa riwaayadkan soo maray kaana idaa masha yatakafau bi riwaayatin dambe aad u cadaysay kaanama yanxatu min sababin cafwan lam ara qablahu walaa bacdahu mitlah qaabku rabbi u abuuray axad lamida ma jirin akhlaaqda iyo cilmiga iyo xilmiga rabbi siiyeyna axad lamida ma jirin ilaahay axad uu doortay buu ahaa waxaan la doonahayaa in lagu daydo fi sarai waalrakhaai waaldaraa nabiga in lagu daydaa la doonahaya wa min gharaa'ibi liqtidaa'i binabi sal slam waxaa ka mid a alimaam axmed bin xambal waagii la garaacahayay ee la dhibahayay fitnatu khalqu lqur'aan ay soo baxday ayuu ka cararay waafiq buu mar ka cararay axmed ka dhuntay ardaygiisa ibraahim nahani anaysaaburu la odhan jiray gurigiisiba ku dhuntay waa la goobay waa la raadiyey saddex beri markay u dhammaatay iyo wuxuu axmed ku yidhi ibnu hani ow meel kaloon ku dhuntay iisoo raadi wuxuu ihi axmed ow haddaad baxo waa lagu arka waa lagu qabana kadibna waa lagu dili ee iska joog gurigu waa ku qaada anaa ku ilaalin asna axaadiid buu raba inuu ka yeedhsado intaas axaadiid khaas buu raba inuu ka yeedhsado imaamka waa dhiman doonaa ama waa la dili karaa wuxuu raba inuu wax kala hado wuxuu yihi hawshaasi waa laazim maanta inaan kaa wareegay meel kaloon ku dhuunto bal dadka ahalkii saaxiibada iga soo raadi
ardaygu wuxuu baxay guri kaloo soo doonay iyo luuq uu sheekha ka bixiyo guri buu soo helay kadib buu axmed guri baan soo helay laakiin maxaad iga tagay maxaana dhib oo jira wuxuu waxaa laazima nabiga inaan ku daydo fi daraa'ihi wa saraa'ihi nabigu makatha fi gaari xira talaata ayaam uma taxawala buu nabiga isagoo la baacsan oo la ceydsanhay oo geel iyo boqol halaad madaxiisa laga dhigay isaga iyo saaxiibka abubakar ayuu nabigu saddex beri kadib ka baxay gaari xira aniguna saddex beri kadib oo inaan ka baxmi godkan aan ku jiro oon god kala galo marka nabigu waa inaan ku daydaba fi saraa'ihi wa daraa'ihi marka waa min qaraa'ib al-itisaa' bil rasuul bal sallallahu alayhi wa sallam ku anfici aad bay ku anfacaysaa nabiga haddaad ku dayda inaad si kasta ugu dayato xilliga aad faraxsantahay aad maalo adduun iyo rayrayn ku jirta iyo barwaaqo iyo bayaxow iyo xilliga xaaladdu kugu adag tahay jag kugu noqotaba haddaad nabiga ku dayato waad ku badbaadaysa khayr weyn حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه سفيان وكيع وأنا ضعيفة وأنا شيخ الترمذي وابن ماجه شيخ الترمذي وابن ماجه لم يروي عنه إلا ابن ماجه والترمذي رجال ستضع كه الله ينا رجع ستضع مك الله الله يو لبدا شيخ بابح كوري ابن ماجه الترمذي أما بخاري مسلم النسائي أبو داود أربعة كلا حكم وريات وأنا ضعيفة nin qiimo badan oo cadli u ahaa oo weliba xaafid ah laakiin dhibkiisu wuxuu ahaa nin waraaqiisa ah waraaqu ardaygii karaanigiisa ayaga axaadiisa u qori jiray ayaa axaadiisiisa kuwa ahaynba ku dari jiray ilaa ninka muxadidka waxaa laga rabaa hadduu xaafidi oo axaadiista xifdi oo uu qabto oo xifdu sadri ku shaqaystana waa inuu mudaakareeyo muraajiceeyo axaadiista oo xifdina uu markii loo baado uu sideed u keeni karo hadduu yahay niman ictimaadin maskaxdiisa oo kitaab wax ku qorto wax diiwaan gashadaa buugga iyo kitaabka diiwaanka waa inuu ilaaliyo haddaad hebel iskaga dhiibto hebel waxba ku dari karaa hadduu kitaabkadu kitaab noqdo iska wareego oo kolba nin uu qaado oo arday kasta iskaga dhiibto waxba laga warin maayo leanna waxaa dhici karta in axaadiistaadi kuwa ahayn meesha lagu daro oo intii kiyo in la tiro lagugu daro marka ninkan sufyaan ibn wakiic ah ee imaamka ah waxaa lagu aafeeyey ardaygiisa waraaqa ah ee axaadiista u yeedhin jiray u qori jiray karaanigiisa ah yay xufaadna waxay ogaadeen inuu ku daro axaadiista sufyaan ibn wakiic axaadiistan ahayn markaasa looga nasixbay ardaygaana wuu nin aafiye iska wareeji kitaabkaana mar dambe ha u dhiibin wuxuu waxba sheegi maysaa waa loo nasixeeyey wuu diiday faturika xadiisuhu dee lagu nasixeeyey oo war xadiidka nabi maxamed ilaali oo diiwaankada ilaasho oo asalkad wax ku qoratay xifda oo dhowr lagaa kari waayey lagagaa nasiixeeyey wiilkan wuu aafaysan iska ilaaligo lagu kari waayey maxaa lagaa sugo axaadiista nabi maxamed ku ciyaara adiga waa in istiraal lagu saaro adaa lagu xidhahaya warku waa kooban si diintu u badbaado xadana sufyaan wakiic qaala xadana abi aabihii baa nin qiimo badanaa wakiic ibnu jaraax oday wakiic ibnu jaraax imaamka ah wiil u dhalay weeye oday haddayna soo marismayna thori ardaygiisa ah wiil u dhalay weeye aabihii xataa asaga aabihii malix waa nin raawi waxwariyo wey wakiic ibnu jaraax jaraax ibnu malix asna waa nin raawi waxwariyo saduuq ah odayga awoogu waa saduuq wiilku waa xaafid jabal ah midka awooga loo yahay waa sakaraad asagu reer saa isu daba taagan weeye oo wada qiimo badan cayl mascuudayi bihada alisnaadi mascuudi haddaan marina cabdullaahi cafwan cabdiraxman ibn cabdillaah almascuudi had aan soo marina sanadkiisa wey naxwu naxwa xadiidi saabiq xadiidka hadda aan soo marino kuna wariyay bimacnaahu laa bialfaadihi yani waa hawlihii tirmidi uu bilaabay oo waxbu kala duwahaya xadiidka hadda aan soo maray isla sanadkii mascuudi can cuhmaan ibnu muslim can naafic ibnu jubayr can caliy sidaasuu u jeedaa sanadku sidaasuu u socdaa weeye wixii intaa ka dambeeya mascuudi waa darmi waa la isku darmaday weeye naxwan ay xadiidka haddoo kale xadiis u dhow bimacnaahu ay bmacna alxadiis laa bialfaadihi alfaadi meesha ku timid aynu soo marnay ma ahe laakiin alfaad ku macno dhow baan xadiidkana ku warinaa marka inahaasi waa ina ka mida marka nabi sal ly slam qaabku rabbi u abuure subxaanahu watacaala iyo muuqaalkiisii iyo midabkiisii iyo timihiisa weeye maadaama kitaabku bilowyeen bar intaa maanta aynu ku dayn insha allahu tacala wabilahi towfiiq